أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كثير من الناس سألوني عن الجهازين اللي موجودات عندنا في رحلة حزم الجلاميد، رحلة شمال السعودية لتصوير الأجواء اللطيفة مع العواصف الثلجية. في المواقع البرد تحتاج ماي ساخن ودفايات. توجد الدفايات الكثيرة اللي هي بالغاز اللي خطر وجودها داخل الخيمة، مجرد تدفى فيها وبعدين تبندها، فنسبة الخطورة عالية فيها. اليوم أعرض عليكم هذا الجهاز، هذه الدفاية استرالية كومبانيون ايرو هيت أو كومبانيون اكوا هيت، هذه لتدفئة الماء وهاي لتدفئة الهواء. الوصلة الغاز تكون استرالية وامريكية مختلفة، فتحتاج وصلة موجودة في محلات تحويل الى الاستخدام الوصلات اللي موجودة عندنا. استخدمنا هذا الجهاز، وهو عبارة عن جهاز فيه بطارية ليثيوم مع وصلة للغاز، فيعطيك تشغيل بدون انك توصله للكهرباء، يعني ممكن يعطيك ليلة كاملة. الجهاز الثاني اللي هو جهاز تدفئة الماء. في هذه الأجواء درجة الحرارة أصبحنا اليوم كم أبو خالد؟ واحد. درجة الحرارة واحد اليوم أصبحنا، وأعتقد الآن ثلاث درجات. هذا جهاز للتدفئة توصله بفتحة الخيمة، والجهاز يبقى خارج، ففيه أمان وما عليكم باس. أبو خالد يربه ليلة كاملة في خيمته وكان دافي ومريح لأبعد الحدود. الجهاز الثاني يعتبر يحتوي على بيبين، بيب لمضخة الماء وبيب للشاور. في حال تشغيلك له، من تطفي الماء طفى الجهاز، من تشغل الماء اشتغل الجهاز. من الأساسيات اللي لازم تعرفها، الغاز ممكن تستفيد منه مش أقل عن لتسخين الماء أعتقد يمكن أسبوع، يعني أغلب الأوقات مش فقط الدش، حتى إذا جيت بتغسل بعد الطبخ الجدور كلها فيها دسومة تحتاج الغسيل المواعين بماء ساخن، فهذا ما تستغنى عنه في هذه المسألة. ولكن في الشاور عملي من ناحية أنك إذا عندك خيمة سبوح بعيدة ما تحتاج تكون موصل الواير للبطارية. الجهاز بكل بساطة بهذه الطريقة تحطه في أي خزان ماء عندك. طبعا أنا أشوف أفضل طريقة عملية عندنا كرحالة هذه الدباب اللي موجودة في كل مكان، تحط الجهاز أو المضخة داخل، تشغل الغاز أول وبعدين تشغل الجهاز. الحين احسبوا في خلال كم الماء بيسخن. طبعا في البداية أول ما تشغله عشان ما تستهلك الماء برا، خله يعني يشتغل لين تتأكد من الحرارة المناسبة، وتقدر تتحكم في الشاور بهالطريقة. الحين وصلت درجة الحرارة 26، وأنا أؤكد لكم أنكم تحطونه في أقل درجة حرارة يكفيكم. فالحين درجة الحرارة 26 27. للعلم هذه البطارية بإمكانها تشغل 60 دقيقة. طبعا 60 دقيقة أنت في كل شاور ما أظن تحتاج أكثر من 5 دقائق، يعني عادي يكفيك أكثر من 10 مرات تاخذ شاور بالبطارية نفسها. في نفس الوقت عندك وصلة كهرباء 12 فولت للولاعة في السيارة، وتشرج هذا الشاور أو هذا الجهاز وهذا الجهاز، وتاخذ شاور بدون وصلة، وإذا احتجت الوصلة يشتغل بشكل مباشر. هذه التجربة ما أخذت مني دقايق لين سخن الماي. تبارك الرحمن، جاهز للشاور شباب. تراني أنا أول واحد باخذ شاور. في رحلتنا هذه جربنا الجهاز، التجربة للماء ممتازة جدا، وتجربة التدفئة مفيدة للخيمة الصغيرة وبالذات أنها تكون مغلقة. وهذه شهادة ميدانية مع الربع فريق سماوي الاستكشاف، يرب هذا الجهاز في شمال السعودية. الماء ثمين جدا بمعنى الكلمة. التدفئة بدفاية الهواء جيدة، بس ما بقول ممتازة إلا إذا كانت عندك خيمة فوق السيارة، لأن الخيام اللي فوق السيارة تعتبر صغيرة، فيها فتحات خاصة لهذا الجهاز، وتدخل بيب التدفئة داخل عندك للخيمة.
في الختام، هذيل الأجهزة مستوردات من استراليا. في أمريكا موجودات بنفس الجهاز بالضبط بس الاسم يختلف. أنا أراويكم هذا الجهاز كتجربة، فابحثوا عنه في الانترنت من خلال الأسامي اللي على الجهاز، وبإمكانكم تطلبونه بنفسكم، لأن لحد الآن أنا دعيت كذا شركة بالإمارات أنهم يأخذون وكالته. أعتقد يوجد نفس هذا المنتج في بعض محلات المختصة في الخليج العربي، أعتقد الكويت أو السعودية أو مكان مشابه، لكن إنتاج من الصين، هذا إنتاج استرالي. أعتقد تجربتنا له مناسبة، أنا ما جربت الصيني لكن البعض يقول كذلك هذاكي ممتاز. تجربتنا لهذا الجهاز ناجحة.